معلم، شي مرة فتت لعبت تحديات جواكر ومفكر حالك حريف، بس ما قدرت بحياتك تخلص التحدي كامل. لك إيه، لا تزعل، انت فعلا حريف، بس جواكر ما بده اياك تربح التحدي من اول مرة. لك إيه، لك روحي. تعال اقول لك، خليني اشرح لك. اول شي خليني اشرح لك شو هن تحديات جواكر. تحديات جواكر بيجوا بشكل عشوائي كل فترة بمسمى تحدي او ايفنت. على سبيل المثال، تحدي طرنيب او تحدي تريكس او تحدي كون كان، الخ الخ الخ. وبكون عندك جوا هالتحدي على سبيل المثال 5 قلوب: قلبي يحبك، قلبي يدوب، قلبي يغار عليك. ومحتاج انت تقطع 12 او 15 مرحله لتفوز بالجائزه النهائيه. وغالبا الجائزه النهائيه بتكون ايموجي مثل لك احلى شريك. وكل مرحله بتربح فيها تنتقل للمرحله اللي بعدها، وكل مره بتخسر قلب من هال5 قلوب. طب لما تخسر هال5 قلوب كلهم وانت لسه ما خلصت التحدي، شو بتعمل؟ بتضطر وقتها تشتري قلوب جديده بالتوكنز بقيمه 3500 توكنز. طب انا بدي اسالكم، شي مره حدا فيكم ربح التحدي كامل بدون ما يشتري توكنز؟ مستحيل. 99% انت ما رح تقدر تخلص التحدي كامل بدون ما تشتري التوكنز، لانه فعليا جواكر ما فرحان فيك، يحط لك التحدي وتاخد جوائز وانت مبسوط وفرحان. لا يا حبيبي، انت لازم تدفع على الاقل مرة واحدة لتشتري قلوب جديدة وتربح التحدي كامل، حتى لو كنت محترف او معلم شدي او حتى معلم شاورما، ما رح تقدر تفوز فيه بدون ما تدفع، لانه جواكر بعد اول كم مرحلة بتتخطاهم من التحدي حتشوف انه ورقك بلش يصير زبالة وما عاد تقدر تربح بسهولة، لانه جواكر هيك بده يستفيد منك، بده يجبرك توصل لمرحلة انك تفوت وتشتري التوكنز منه وتدفع. ومنرجع لكلمة تدفع. ما رح طول عليكم اكتر، لعب التحدي لتسلى، بس لا توصل لمرحلة الادمان وتقول بدي اخلص التحدي واربح كل الجوائز، لانك وقتها رح توقع بفخ جواكر. لا تنسى تشترك بالقناة وتفعل جرس التنبيهات. بشوفكن على خير.